أوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد رضوان أن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في البلاد بالإضافة إلى خفض كلفة الخدمات التموينية بنحو 30 مليون دينار، مبينا أن هذه الأنظمة جاءت ضمن المساعي الجادة لتحقيق رغبة الأميرية السامية في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب الأسد من التعاون بين السلطتين. أعلن فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية الانتهاء من كافة الاستعدادات للذهاب إلى الأراضي المقدسة لمتابعة الحجاج الكويتيين أثناء تأدية المناسك. وخلال اللقاء التنويري لأعضاء فريق الخدمات الطبية أكد أن السفر سيكون على 3 دفعات. مكان الفندق جهز نفس ما هو في العام اللي راح يصير نفس العام تقريبا، راح يكون احنا جاهزين لاستقبال الحجاج في النسيم في مقرنا في فندق فور سيزنز، ونتنقل معاهم في مع الحملات في عرفة وفي منى، ونكون معاهم في مزدلفة راح تكون معنا الجنطة، وراح نكون معاهم طوال مناسك الحج.